السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أسماء من قناة إمبوز كورموند افيك أسماء. أسماء وأحلى الوصفات. اليوم راح نحضر مع بعض وصفة بزاف بنينة بزاف سهلة، ما تحتاج أنكم تطيبوها يعني بدون فرن، واللي هي وصفة تحلية على شكل تارت بالفراولة. نتمنى أنكم تتبعوا معايا الفيديو وتشوفوا هذا الفيديو حتى الأخير باش تكتشفوا الطريقة وتكتشفوا الوصفة، لأنها صراحة وصفة تستحق التجربة. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ بتحضير أول خطوة، واللي هي تحضير طبقة البسكوي. طبقة البسكوي تاعنا متكونة من 100 غرام من بسكوي، يعني أي كاطو عندكم في الدار. راحين نضيف عليه 100 غرام من الزبدة اللي كنت ذوبتها وخليتها بردت شوية. أنا من بعد خديت هذه كمية الكاطو اللي عندي، رحيته بهذا الشكل. من بعد ما نحس أن ترحالي مليح نبدأ نضيف عليه كما قلت لكم 100 غرام تاع لا مارغرين ولا تاع الزبدة اللي كنت ذوبتها وخليتها بردت شوية. من بعدها راح نتحصل على يعني خليط بهذا الشكل كي ديروه في يدكم، ويعني تعبزوا عليه هكذا شويه راح تحسوا انه تشد وبدا يتحكم. من بعدها انا مباشره نديره في قاع لومول اللي استعملته. انا اليوم استعملت هذا لومول لاطاغ جاي شويه طويل، وانتم استعملوا لومول اللي حبيتوه ولومول اللي كان توفر عندكم في البيت. انا انصحكم انكم تفرشوا له قطعه من ورق الطهي ولا لو بابي كويسون. انا نسيت ما استعملتش، وصراحه جاني بزاف صعيب من بعد كي قطعته، يعني جاني صعيب لصق لي شويه في القاع. الوغ ننصحكم انكم تستعملوا لو بابي كويسون. انا راح يعني جاساي ولا نجرب هكذا، يعني نطلع على لي كوتي، نطلع كامل هذاك لو بيسكوي على لي كوتي بهذا الشكل ونجرب انه يعني نعبس عليه باش نزير عليه يعني يكون كومباكتي. اي فوالا، هاوليك لو بيسكوي تاعي، عفوا طبقه البيسكوي تاعي واجده. يعني هاد طبقه البيسكوي راح تعوض لكم يعني طبقه تاع لاباط سالي ولا لاباط سابلي اللي نديروها في لي تارت العاديين. انا نحطها في الثلاجه، وهذاك الوقت راح نبدا بتحضير طبقه الكريمة اللي هي متكونة من كاس ونص حليب، 2 مغارف كبار من النشا معمرين مليح، ملعقة كبيرة من السكر، صفار حبة بيض فانيلا، وفي الأخير راح نضيف عليها ملعقة كبيرة من الزبدة أو المارغرين مع ملعقة كبيرة من بودرة الشانتيي. بودرة الشانتيي تكون اختيارية. أولا على هذا كاس ونص تاع الحليب تاعي استعملت كاس بمقدار 250 ملل، ضفت عليه شوية لافاني وخليته فوق النار. من بعدها ناخد السكر، أنا درت ملعقة كبيرة من السكر، ما تنساوش راح نضيفو بودرة شانتيه في الأخير. وما جاتش حلوة، الأخوات اللي يحبوها حلوة يديروا 2 مغارف تاع السكر. أنا ما نكذبش على أخواتي، ما جاتنيش كامل حلوة، لكن أنا نحبها هكذاك ماشي حلوة. من بعد نضيف عليهم شوية تاع الفانيلا باش نحيو ريحة صفار البيض، ونبداو نخفقو في هذاك الخليط صفار البيض سكر وفانيلا باستعمال لو باتيغ الكتريك حتى تحصلوا على كريمه بدات تبيض لنا. من بعد ما نشوفوها بدات تبيض شويه نضيف عليها هذوك 2 مغارف كبار معمرين مليح تاع النشا ولا تاع المايزينا، نكملو نضربوهم مليح حتى ينحلوا لنا تماما وما يبقاوش عندنا هذوك التكتلات. من بعدها نبدا باضافه الحليب. الحليب تاعي اللي كيما شفتوا ضفت عليه شويه تاع الفانيلا وخليته سخن فوق النار، يعني ما غلاش، سخن برك شويه. من بعدها نبدا نضيف شويه بشويه مع الخلط حتى هذيك المايزينا وهذاك السكر وصفار البيض والفانيلا ينحلو تماما. نكمل نفرغ كمية الحليب كامل، من بعدها نعود نردوه في الكاسخول ونعود نحطوه فوق النار.
نقعد نخلط فيه حتى يعقد لنا الخليط. نبداو نخلطو وهو راهو يعقد، من بعد ما نشوفه عقد نحوه فوق النار. هنا لو بدا يعقد لنا كيما شتو وقعت قدام وقعت نخلط فيه، ما راحش ياخذ لكم مده طويله، من 2 دقائق الى 3 برك. كيما شتو كميه صغيره، كاس ونص برك تاع الحليب، ما راحش ياخذ لكم وقت. انا هنا راهو عقد وتحصلت على القوام اللي كنت محتاجته. الان مباشره راح نحطه في ان ريسيبيون بروبر. دائما الكريمات دائما يعني كي تحبوا تحصلوا على اون بيل فينيسيون ولا يعني تحصلوا على ان ترافاي بروفيسيونيل، دائما الكريمات تاعكم كو سوا لا كريم باتيسيير، كو سوا يعني اون كريم موسلين، كو سوا اون كريم باتيسيير، لا كريم كي تخدموها دائما جوزوها هكا على صفايه، هكذا اذا قعد لكم شويه تكتلات، اذا قعد لكم شويه صفار بيض شويه فانيلا، راح يقعدوا لكم الفوق وتحصلوا على اون كريم فريمون تري ليس. من بعدها في هذه المرحله وهي مازالها سخونه، راح نضيف عليها ملعقه الزبده ولا لا مارغرين، ونضيف عليها هذيك الملعقه الكبيره من كريمه شانتيي، عفوا من بودره شانتيي، وكما قلت لكم دي هي اختياريه، لكن راح تعطي لها خفه وراح تعطي لها ذوق بزاف بنين مع الاخير. كما شفتوا معايا على بها ضفت ملعقه واحده برك من السكر، لانه درت حساب مع الاخير راح نضيف هذيك بودرة شانتيي. اللي بودرة شانتيي نفسها فيها شوية سكر، لكن نحب نعاود نقول لكم الأخوات اللي يحبوا الحلو يديروا كمية أكبر من السكر، لأنه ما جاتش حلوة. أنا كيما شتو خلطتها هكذاك مليح حتى دابت لي، ويعني حسيتها بدات يعني خففت شوية، يعني بدات تولي فريمون موسوز وليجير. من بعد وهي سخونة مباشرة نحطها فوق طبقة عفوا لو بيسكوي، لأنه إذا بردت لكم خلاص ما راحش تحصلوا على نتيجه مليحه. ونبداو نشكلو كما حين تشوفوا معايا، انا يعني كي نبدا نزين ما تكونش عندي اون ايدي في راسي، نخدم ونشوف. يعني كنت راح ندير حاجه من بعد ما عجبتنيش عاودت نحيدها، ودرت حاجه واحده اخرى، وكل واحد يدير على حساب يعني ذوقه الشخصي وعلى حساب كيما حب. وهنايا تقدروا ديروا الفاكهه اللي عندكم والفاكهه اللي حبيتوها. انا كانت متوفره عندي الفراوله، هذاك واش كان عندي، استعملت الفراوله. من بعد ما خلاص يعني شبحتها كاع من الفوق، تحصلت على يعني لا ديكوراسيون اللي كنت حابتها واللي كنت يعني حابه نلحق ليها، ندهنوها من الفوق بشويه تاع لا جولي راح تعطي لها لمعه، وتانيك راح تخلي هذيك الفاكهه تاعنا ما تدبلش. واللي ماشي متوفر عندهم لا جولي ياخذوا شويه من معجون المشمش، يسخنوه شويه فوق النار، من بعد يصفيوه ويستعملوه هكذا في تلميع لي طاغ تاعهم ولا في تلميع الفواكه. من بعدها انا حبيت ندير لها هكذا وريقات تاع النعناع، عاود رديتها في الثلاجه خليتها بردت لمده لا تقل على 4 سوايع، يعني خلوها من الصباح حتى العشيه. من بعد حصلت على يعني احسن تحليه بارده وبنينه وبزاف هايله. وانا نتمنى اخواتاتي انكم تشجعوني انكم تشتركوا في القناه، ما تبخلوش عليا بلي جيم، وثانيك ترقبوني ان شاء الله ابتداء من الاسبوع الجاي راح نبدا ننشر وصفات للحلويات للعيد الفطر ان شاء الله يا ربي. انا ما نكتبش عليكم نحب نديرهم سمانه الاخرى، لانه يعني دوك الحال شويه سخون وراح يفسدوا لنا. وانا نقول لكم الى الملتقى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ودعواتكم. شكرا.